ديريني دارلينج هاو ار يو هاو ار يو 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 على قد ايه انت وحشاني يو هاو ار يو محمد محمد برضو انت مش ناوية تقولي لي محمد عادي يا محمد انا اجنبية ما اقدرش اقول حرف الحاء ولا يهمك يا سويت السويتات بكرة لما اجيلك ونتجوز ونعيش عندكم هخليك تقولي عين مش حاء الله 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 المهلبية زعلانة ليه Why are you not in the mood؟ شفت يا محمد ايه اللي بيحصل في اوكرانيا؟ والله حاجة تقطع القلب فعلا والله مجرم مجرم بوتين ده والله من يوم شفت منظر الاطفال والستات المشردين يا محمد؟ شفت والله الله يعفي عنهم انا مش قادرة اصدق ان ده بيحصل عندنا في اوروبا ليه يعني اشمعنى ما هو بيحصل عندنا عادي اي واحد شرق اوسطي اساسا بيعيش في الهبل دوت من يوم ما اتولد عندنا البيبي لما بيتعلم الكلام اول حاجه بيقولها مش بابا ولا ماما بيقول الحقوني ايوه ما انا قصدي كده انتوا متعودين على الحروب والتشريد والهمجيه دي انما هنا لا فهمني يعني شكل الاطفال الاوكرانيين وهم عليهم تراب ده غريب قوي نعم يا اختي بس هم عشان بشرتهم فاتحه فالعبل بيبان عليهم انما احنا محاويين يعني فما تاخديش بالك انت بقول لك ايه يا ريني سته لسه عايشه صح عندها 93 سنة 93؟ هي ست سلحفة شوفي بغض النظر ان عيشتكم النظيفة دي بتخلي الرقم ده عادي واحنا اصلا بنفرفر في الخمسين بس ما تمام 93 يبقى روح اسأليها بقى عن حوار الهمجية ده حلوة قوليلها ايه اللي كان دار في اوروبا من يدوبك 80 سنة كان هتلر من ايام سته واهل سته وبلد سته كلها من المغرب هتلر غالبا يبقى جدك يا روح سته محمد لا 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 استني بس عشان تضايقتيني ده غير ان احنا كده كنا ملطوطين معاكم من غير مناسبة يعني ايه ألمانيا وانجلترا يحاربوا بعض في مصر هو نهاية كاس أمم بتلعبوه في أرض محايدة يا محمد بلا محمد بلا مهند جابوا الكيوتنس والعنصرية وانقذوا أوكرانيا من الحرب وحيتان النرويج من الانتحار في الصيف والباندا من الانقراض اللي فيكوا ده نساكوا انكوا أصلا اللي حيشكوا انكوا تاكلوا بعض هو القانون اللي لو اتلغى تاني يوم ايه تاني دقيقة هتعملوا من بعض شاورما فراخ يا محمد انا صعبان عليا اللي بتعمله روسيا في اوكرانيا فهمني وما صعبش عليكي مثلا اللي عملته روسيا في سوريا مين سوريا مين احيه بقولك ايه يا ريني ريني بقى جمال خطوتك وما تكلمنيش تاني ابو الشنجن اللي هيذل الواحد وعلى فكره بقى انا بشجع تشيلسي ها يلا بقى محمد يا محمد ماجي ماي دارلينج كنت بقولك يا ماجي ماجي بقى ماجي عندك بقى ونتجوز وعلمك تقولي حرف العين ايه طب اسمعي يا حبيبتي الاغنية دي I wrote it for you لما كنت في يوم حبيبتي وماي هاني والحياة ايام هابي وايام فاني دلوقتي ليه صبحت حياتي تراجيدي انا بحبك وغيرك انت نوبادي انا بحبك وغيرك انت نوبادي تهورني ليه وتحب بعدي somebody ايه